الإعلامي الكبير الأستاذ يوسف الحسيني، لماذا دائما الإعلام الهادف الصادق دائما يعتدى عليه في نيويورك؟ تحب تقول ايه بالخصوص؟ لانه هادف ولانه صادق ولانه بينقل الحقيقه، ولانه الكذابين من تنظيم الاخوان الارهابي مش عاوزين يشوفوا الحقيقه ومش عاوزيننا نعرض الحقيقه قدام العالم، وبالتالي بيستهدفونا. بتقول ايه للجاليه المصريه اللي شايفها حاجه تفرح النهارده؟ اجمل واروع وارق جاليه الواحد سمع عنها في الوجود. احساسك والجاليه المصريه بتشملك بهذا الحب الكبير، تحب فعلا تقول ايه للجاليه المصريه سواء في نيويورك او الجاليه المصريه ككل في كل مكان؟ نعمه ربنا عليا انه في ناس بتحبني، وبدعي ربنا انه يحافظ لي على النعمه دي. تقول ايه للرئيس السيسي وهو هيقول كلمته بعد قليل؟ افديك برقبتي. نشكر حضرتك وسعداء بيك، ونورت نيويورك ونورت فعلا الجاليه المصريه في نيويورك. انا اللي اتشرف. شكرا يا فندم، متشكرين جدا.